يا الله ايه ده؟ بصيت في مرايتي لقيت شعر ابيض طالع فاتخضيت، هو انا تميت التلاتين ولا باني كمان عديت؟ الموضوع حز في نفسي كأبني، انا مش خارج من البيت، اعصابي خلاص ما بقتش بتتحمل دوشة وازعاج، خدوا بالكو عشان الفترة الجاية انا همشي يا ناس بعلاج، فبلاش حوارات ملاش لازمة وده منعا للإحراج. بعد الحاجة وتلاتين انا مش عارف انا مين، الا عمره داس بنزين وفتح عالرابع رايح فين، ما بقاش لي بالي طويل، الواحد ما فيهوش حيل يسمع مواضيع وشكاوي، لا ما تقولوليش تفاصيل. بعد الحاجة وتلاتين انا مش عارف انا مين، الا عمره داس بنزين وفتح عالرابع رايح فين، ما بقاش لي بالي طويل، الواحد ما فيهوش حيل يسمع مواضيع وشكاوي، لا ما تقولوليش تفاصيل. واحد جاب اخره، جاب اخره. العيال دي فين اهاليها؟ تعالي يا هانم شوف ابنك بيعمل اللغة ده، مش معنى فيه ايه بالظبط. يا حضرتك انا غير مهتم بالمره اشتري في الكومباوند بتاعكم، بعد اذنك ما تكلمونيش تاني. ما بقتش بحب حاجات دايما كانت تبسطني زمان ابدا، والنسهر بره البيت للصبح ده بالنسبه لي جنان. ما بقتش بحايل في المقموس ولا طبطب على الغلطان، مش فارقه معايا الكوكب يخرب ولا الحرب تقوم، والاسعار غليت عادي ما تغلى ولا العمله تعوم. ما بقتش بحس انا بالزلزال بفضل غرقان في النوم. بعد الحاجه وتلاتين انا مش عارف انا مين، الا عمره داس بنزين وفتح عالرابع رايح فين، ما بقاش لي بالي طويل، الواحد ما فيهوش حيل يسمع مواضيع وشكاوي، لا ما تقولوليش تفاصيل. بعد الحاجة وتلاتين انا مش عارف انا مين، الا عمره وداس بنزين وفتح عالرابع رايح فين، ما بقاش لي بالي طويل، الواحد ما فيهوش حيل يسمع مواضيع وشكاوي، لا ما تقولوليش تفاصيل.